نطالب بإعادة الماتش. هذا الهاشتاغ هو اللي راهو طاغي في كاع الانترنت قريب كاع، هو بزاف لي هاشتاغ واحد اخرين راهم طاغيين سورتو في تويتر على جال الانجاستيس اللي صرات البارح. اه سيدي جرى مبحبح باسكو تعرف العياط قدام البيوت الاخر مدى دقيقه الاخر كاع اي رحنا الماتش من يدينا. سي فري كو الماتش كان صعيب وراطينا بزاف والكاميرون نيفو صح بصح صرات بزاف الانجاستيس لداخل التيران يا جدك. شو الفار للكاميروني اكزيستي معليش بصح الجزائر ما اكزيستيش راك شايف، والبيت تاع اسلام سليماني اللي ماركاه بظهره بعرورته نو بيدو ماركاه والى اخره، والبيت تاع الكاميرون اللي قاسها الاخر بيدو وحسبو به ما كاين بزاف عفايس. المهم صارت انجستيس كبيره ان كادو راسيزم رونفيرسي راك شايف شغل هنا لي نوار كانوا راسيست مع لي بلون اللي هما حنا، واقيلا حنا ماشي بلون بزاف حنا كاع افارقه شريك. خطر الاربيتر كليرمون كان فيسيو بزاف وكان في جهه الكاميرون شريكي كان جهتهم ديراكت بلا هضره بلا والو. دونك لي هاشتاغ طغاو تاع الجيريا فيرسس كاميرون ماتش انجاست ريبلاي ذا ماتش ايتترا وير از فيفا نطالب باعاده الماتش اي الله فاف ديرو الطعن وصح حاج مازال ما داروش الطعن اذا مازال ما داروش ها انا فاف ها وراكم ها. وهذا ما كان درت فيديو هذه باش نقول لكم برك واش راهو صاري والطوندونس واش راهو فيها يعني الطوندونس تاع الصح المليح راك شايف باش اللي ما على بالوش يولي على بالو دوكا ماغريكو هذه نفسها عيانه شويه نفسيا راك شايف تما يزيد يمدلك اسبوار صغير بالك حيعاودوا لنا الماتش. اوه على كل حال تاهلنا ما تاهلناش باركور تاعنا كان شباب بزاف ويعطيهم الصحه بالواحد من بالماضي وروح سي شريك درنا باركور هايل بزاف لا وبلا بروشين فوا يغيدو لي جوار لي ماش تكون عندهم شانس واحد اخرى في كوب دي موند واحد اخرى كيما بار اكزومبل مبولحي وسليماني بار اكزومبل سينو ابار سا فريمون نورمال ماغري كنت قتل بزاف كنت حاب نروحو لكوب دي موند تاع قطر واي بصح الانجستيس اي واز انجاست شريكي كاين فايز راهو نورمالمون يتعاود الماتش نورمالمون الماتش يتعاود على جال باسكو صرات ديجا وين يتعاود ماتش على جال انجستيس وعلى جال فايز اللي ما عندهم حتى مانا لداخل الماتش صرات ديجا من قبل تقدر تتعاود نورمالمون يعاودونا الماتش فوالا اني مقلق والله علي شغل تهاوش تقلقت خاطر داقت لي بزاف كيبالها كيما كانت سيريين وفوالا انا ما كان حبيت نقول لكم برك واش راهو صاري وان شاء الله يعاودونا الماتش فوالا هذا ما كان سلام.